تقول السائلة: قدمت للعمرة وعليها الدورة الشهرية، وهي المرة الأولى التي تأتيها الدورة، ولم تخبر أهلها بذلك من أجل الحياء، وأدت العمرة كاملة، ما حكم ذلك؟ عمرة غير صحيحة، عليها أن ترجع تلتزم بالإحرام وتجنب الطيب، والزوج إذا كانت متزوجة يتجنبها، ترجع وتؤدي العمرة، تؤدي العمرة بعد ما تطهر وتغتسل، تؤدي العمرة في طواف وسعي وتقصير، وما فعلته في الأول غير صحيح. نعم.